للمزيد ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية مباشرة من رفح. أهلا بك محمود، ولك متابعة في هذا السياق، تفضل. تحياتي نهى ولكل السادة المشاهدين، نرحب بكم من هذه المنطقة القريبة من معبر رفح، ولكن هذه المنطقة التي يوجد بها عدد كبير من شاحنات المحملة بعدد كبير من الأطنان الخاصة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية. هذه الشاحنات الموجودة على جانبي الطريق للتجهيز والاستعداد إلى التوجه إلى بوابة معبر رفح المصري دخولا إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة لإجراءات عملية التفتيش، ثم الذهاب إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني. نتحدث اليوم تحديدا أيضا عن الحركة أمام معبر رفح، نتحدث فيما يتعلق بالشاحنات، 110 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 150 شاحنة دخلوا من بوابة معبر رفح المصري متجهين إلى منفذي العوجة وكرم أبو سالم، بالإضافة إلى دخول 6 شاحنات للوقود، 4 شاحنات للغاز وشاحنتين للسولار. أيضا فيما يتعلق باستقبال الجرحى والمصابين، وأن هذه البوابة لم تغلق يوما واحدا كما أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم في عيد الشرطة، بأن هذه البوابة لم تغلق طوال الأسبوع وطوال الشهر في دخول المساعدات أو حتى استقبال الجرحى والمصابين. حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم استقبل معبر رفح 16 مصابا، بالإضافة إلى أكثر من 30 مرافقا هؤلاء المصابين، بالإضافة إلى عدد من الرعاية الأجانب ومزدوجي الجنسية. هذا فيما يتعلق بحركة الشاحنات والمساعدات، لكن أيضا على الجانب الآخر مصر تقوم بمهمة كبيرة فيما يتعلق بتسهيل عمل المنظمات والوفود والزيارات. منذ قليل كان في معبر رفح البري ممثل أو مبعوث وزير الخارجية البريطاني مارك برايسون الذي وصل بالأمس وكان في زيارة تفقدية كنا نتابعها في المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر، ولكن اليوم هو تفقد يعني المساعدات الموجودة وحجم الشاحنات الموجودة أمام معبر رفح البري. هذه الزيارة هامة بالطبع يعني للوقوف على كل المساعدات التي تبذلها الحكومة المصرية والصعوبات التي تواجه دخول الشاحنات فيما يتعلق بالإجراءات التفتيشية الموجودة على منفذي كرم أبو سالم والعوجة الخاضعين لسلطة الاحتلال الإسرائيلي. وكان هناك إشادة كبيرة بالأمس بهذه الجهود التي تتم من الحكومة المصرية وأيضا من جمعية الهلال الأحمر المصري، واطلع على كل حجم هذه الشاحنات. أيضا منذ قليل مطار العريش استقبل وزيرة الدفاع الهولندية في زيارة تفقدية أيضا للقائها بالمسؤولين في محافظة شمال سيناء، وربما أيضا بعد قليل ستصل إلى معبر رفح لتفقد الوضع أمام معبر رفح. فبالتالي كل هذه زيارات مهمة وتقوم مصر بتنسيق وتسهيل مهمة هذه المنظمات وهذه الزيارات للوقوف على آخر الاستعدادات والجهود التي تبذلها مصر دعما للأشقاء في قطاع غزة. وصلت الصورة كاملة محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، أشكرك جزيل الشكر.